بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8 ل 9:30 عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا بمجموعه من الاخبار، والنص الثاني بيبقى فيه الفقره الحواريه. فقرتنا النهارده مع رئيس جهاز العاب الكوره الكابتن ياسر داوود، الحقيقه هو ضيف دائم عندنا، واحنا ده مش محض صدفه، ده مقصود، لانه العاب القوى هي ام الالعاب، وهي من الالعاب اللي يمكن مش واخده حقها كفايه، لان هي اعلاميا، قصدي اعلاميا طبعا، لانه اللعبه دي يمكن يعني بيغفل عنها الكثير، في حين ان في لعيبه كبيره وعظماء لعبوا اللعبه دي وحققوا لمصر نتائج جيده. فلازم يكون كابتن ياسر داوود معانا. ليه؟ لان طبعا على مدار السنين اللي فاتت او الشهور اللي فاتت حصل انجازات كبيره على مستوى النادي الاهلي وايضا المستوى المحلي والعالمي. ومش كده بس، النادي الاهلي يمتلك اكبر قاعده عريضه من اللعبه دي، سواء في الرجال او السيدات او كمان في الناشئين والناشئات، قاعده عريضه بيجهزهم وبيعدهم النادي الاهلي عشان المنتخبات تستفاد بيهم. كان لازم يكون معانا كابتن ياسر، وعلى فكره هيكون معانا كتير كمان عشان نحط الضوء على نجومنا، لان الحقيقه مجموعه كبيره جدا جدا ومحتاجين نديها وقت اكتر. هنروح لاخبارنا. طبعا الخبر الاهم وخبر الساعه هو ان دلوقتي او بعد لحظات هتنطلق مباراه نهائي، خلاص ما عادش بقى فيه مباراه بعد كده، نهائي دوري المرتبط لكره السله الاهلي والاتحاد. الاهلي طبعا تاهل بعد ما كسب نادي الجزيره كبار وصغيرين، نادي ده في قبل النهائي. نادي الاتحاد تاهل بعد ما كسب سموحه وتاهل طبعا للمباراه النهائيه. عندي بعض الملاحظات على الفريق وعلى الاداء وعلى البطوله. فريق المرتبط بتاعنا يعني على مدار 88 مباراة لم يخسر قط. فريق المرتبط بتاعنا على مدار 88 مباراة، وهي السنوات السابقة، حصيلة السنوات السابقة، لم يخسر مباراة. مرتبط هنا مش بس 16 سنة، النهاردة احنا او السنة دي بنلعب مرتبط او المرتبط 18 سنة. طب ليه؟ عشان بطولة افريقيا القادمة هي بطولة 18 سنة. السنة الجاية الاتحاد هيخلي المرتبط تحت 16. ليه؟ عشان البطولة اللي هتبقى جاية السنة اللي جاية اللي بعديها يعني هتبقى مرتبط 16 سنه. فدايما الاتحاد بيلجا لربط الفرقه اللي عندها بطوله افريقيا المؤهله لكاس عالم مع الفريق الاول. فاذا مرتبطنا سواء 16 او 18 على مدار 88 مباراه لم يخسر، ودي حقيقه يعني ريكورد وانجاز كبير جدا جدا جدا، ويدل على قوه قطاع الناشئين على مرور سنوات مش بس السنه دي. عندنا حاجه كمان، فريقنا السنه دي الحمد لله الكبير او فريق الدرجه الاولى لم يخسر الا مباراه واحده، اللي كانت اول امبارح يوم الاثنين مع فريق الاتحاد السكندري. والمباراه دي الحقيقه كنا متسيدينها الشوط الاول والثاني ونصف الثالث، ولكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه دي كره سله اب اند داون، وما تقدرش ابدا تحسم المباراه الا في الاخر. الاتحاد السكندري كان موفق جدا في رمياته الثلاثيه، كان يمكن حرزه فوق الثمان او تسع رميات ثلاثيه، وده سكور كبير جدا. يمكن عندنا إيهاب أمين العامل الأكبر وهدفنا وهدف منتخب مصر وأحد أهم اللاعبين في العصر الحالي، كان مصاب، كان عنده شد، والحقيقة أنا بأكد لكم أنه هو هيلعب النهاردة بإذن الله، هو جوه الـ 12، ودي المعلومات اللي جات لنا من أرض الملعب أنه هيلعب بإذن الرحمن. مباراة النهاردة أيضا متروكة للمستوى الفني وتركيز اللاعبين، بس أنا واثق إن شاء الله في اللاعبين والجهاز الفني عشان نحافظ على لقبنا. إحنا حامل اللقب ده السنة اللي فاتت. ملحوظة تانية مهمة، النهائي السنة دي كوبي بيست من أو بالكربون نفس اللي حصل السنة اللي فاتت. وكانت المباراة النهائية لو تفتكروا كان لعبتنا في المباراة الأولى كان عندهم كورونا وكانوا لسه ما خفوش، المباراة الثانية رجع مجموعة كان منهم عمر طارق وكان منهم إيهاب أمين وكان منهم عمرو الجندي. كل المجموعة دي الحقيقة إصابات كورونا، رجع منهم عمرو الجندي وإيهاب أمين ولعب المباراة النهائية، يمكن عمر طارق ما لحقش يلعب المباراة النهائية، ومع ذلك الحمد لله فزنا. فالفريق بيأدي أداء كويس. يمكن الناس شايفه انه في بعض اللاعبين ما كانوش موفقين المباراه اللي فاتت، وده وضع طبيعي جدا. يعني كره السله ممكن تبقى لعيب مش موفق في مباراه، اوف دي عنده في مباراه، نسبتنا في التصويب الثلاثي ما كانش موفق، الثلاثيات ما كانتش موفقه، يمكن ده وضع طبيعي جدا، خاصه ان احنا الحمد لله كل المباريات اللي فاتت فزنا فيها بدون هزيمه. كل التوفيق النهارده لفريق كره السله، ان شاء الله نبارك لهم، ويا رب لو انتهت المباراه واحنا على الحلقه اكيد هنبارك لهم ونجيب لكم يعني لقاءات من ارض الملعب ان شاء الله. طيب المباراة المرتبط اللي قبلين على طول انتهت بفوز المرتبط 84-69، فرق 15 نقطة، فرق كبير. والمباراة اللي قبلها برضو فاز المرتبط زي ما قلت لحضراتكم، بس النتيجة خلصت منذ لحظات 84-69، إذن ما فيش بد اللي هيفوز النهاردة هو اللي هيتوج بالبطولة مباشرة.
عايزين نقول برضو انه بعد البطوله دي هيبقى عندنا بعض تقريبا تصفيات كاس مصر، وبعديها هيكون عندنا باذن الرحمن الدوري السوبر. دوري السوبر هيلعب الثمان فرق اللي طلعوا النهائيات، الثمان فرق اللي لعبوا دوري المرتبط في النهائيات هم دول بس اللي هيلعبوا السوبر، والثمانيه الاخرين لان ال 16 فرقه في الممتاز من التاسع لل 16 تحديد مراكز عشان يحددوا مين اللي هيهبط السنه القادمه للدوري اللي تحت، واللي يطلع الدوري الدرجه الثانيه والدرجه الاولى يطلع فرقتين ثانيين. ده باختصار الدنيا في كره السله. اتمنى النهارده التوفيق لفريقنا باذن الله. هنروح لكره اليد. فريقنا بيستعد بكل قوه بقياده الكابتن طارق محروس عشان ماتشنا مع طلائع الجيش. سوري انا اسف، ماتشنا بكره مع سبورتنج. طلائع الجيش احنا فزنا عليه. الماتش بكره هيتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره. طب احنا فزنا على طلائع الجيش كام؟ فزنا على طلائع الجيش 24 فرق 8 اهداف، ودي كانت نتيجه كبيره. فزنا على هوليدو 43-28. مين المتصدر الدوري الان؟ سبورتنج. طب ليه متصدر؟ لانه ما لعبش الاهلي ولا الزمالك لسه. فمعنى كده ان ده فريق قوي ومحترم، وطلائع الجيش فريق قوي ومحترم. نتمنى التوفيق بكره. يمكن ده اختبار حقيقي، تاني اختبار حقيقي بعد طلائع الجيش، بعد مباراه الزمالك التي لم نوفق فيها. الفرقه لعبت 12 مباراة، عندنا 37 نقطة، لم نتلقى إلا هزيمة واحدة من الزمالك، تأكد صعودنا للدور اللي بعد كده، لأنه اللي هيصعد الدور اللي بعد كده أول ستة في الدور الترتيبي. إحنا الحمد لله مرتاح، داخلين أول يا تاني، لسه لما نشوف النتائج هتبقى إيه، ولكن مباراة بكرة مباراة مهمة، خاصة إن إحنا بقينا أحسن ليه؟ في مصابين رجعوا. محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو رجعوا من الإصابة وبقوا بيشاركوا في الفول باور مع الفرقة. طبعًا اكيد فرصه كويسه كابتن طارق محروس بكره عشان يشارك كل اللاعبين وكمان يطمن عليهم وكمان يطلع بنتيجه كويسه، وفرصه ان ملعبنا ويعني اللعيبه واخده على الملعب وعلى الارضيه، ففرصه كويسه ان شاء الله نعمل ايضا سكور كويس بكره باذن الله. طيب هنروح لسيدات اليد. سيدات اليد بيلعبوا زي الرجال بالظبط، مجموعه واحده وهيتاهل منها عدد معين من الفرق، او مجموعتين انا اسف، مجموعتين مش مجموعه واحده، وهيتاهل ثلاثه لهنا وثلاثه لهنا، ست فرق هيصعدوا للنهائيات. فريقنا متصدر المجموعة برصيد 30 نقطة لأنه فاز في كل مبارياته، فاز على مركز شباب شيشة الأنعام ذهاب وعودة، الترسانة، اتحاد الشرطة، منوف الرياضي، الوليدو 6 أكتوبر، سموحة، طيران الشمس، والترسانة هو تاني مباراة في الدور الثاني بعد مركز شباب شيشة الأنعام. بفكركم إن فريقنا هو حامل اللقب السنة اللي فاتت، وكان معاهم ثلاث ألقاب، دوري العمومي وبطولة منطقة القاهرة وكأس مصر. وما زال برضو الماتشات شغالة، وطبعا المباراة الأهم كانت مع الشمس وفزنا عليها، لان دي كانت المباراه الاهم لفرقتنا وكان الاختبار الحقيقي، فوزنا تقريبا فرق هدفين. فاذا الفرقه ماشيه كويس، رب يعني يكمل عليهم يعني بحفظهم من الاصابات، لان السنه اللي فاتت احنا كنا حامل اللقب، السنه اللي قبل اللي فاتت لم نوفق. فنتمنى ان شاء الله الحفاظ على اللقب بكل التوفيق لكابتن يحيى يوسف واللاعبات. هنروح لكره السله سيدات. كره السله سيدات فازوا في دور الثمانيه على نادي الزمالك، اكتسحوا نادي الزمالك بفرق كبير. يمكن اول مباراه كانت ماتش الذهاب 96-68، المباراة الثانية في مفاجأة الحقيقة 86-33. طبعا اتأهلنا، هنلعب الجزيرة، هنلعب الجزيرة طبعا كبار وصغيرين، نفس اللي بيحصل في الرجال بيحصل في السيدات، بس السيدات جايين متأخرين خطوة. ليه؟ عشان المنتخب بتاعهم متأخر، لعب بعد منتخبنا، فالدوري بتاعهم متأخر عن الدوري بتاع الرجال، ولكن هو نفس السيستم اللي ماشي بيه اتحاد السلة. كابتن علي هاشم بيعالج الأخطاء طبعا والإصابات وعدم التوفيق اللي حصل في ماتش السوبر، وبيستعد ايضا لمباراه الجزيره، وغالبا ان شاء الله ربنا هيكرمنا نتاهل، وهيبقى كلاكيت تاني مره الفاينل مع سبورتنج. ولو تفتكروا السنه اللي فاتت في قناه السويس فزنا ايضا على سبورتنج وخدنا البطوله، نتمناها ان شاء الله السنه دي من نصيب النادي الاهلي، ويتكرر انجاز السنه اللي فاتت باذن الله. طيب هنروح للسكواش. السكواش زي ما قلنا لحضراتكم بطوله كناري وورف في انجلترا، بيلعب فيها اثنين لعيبه من النادي الاهلي، بيلعب فيها مصطفى عسل وبيلعب فيها يوسف سليمان. للاسف يوسف سليمان ما حلفوش الحظ وخسر في دور ال 16 مع نجم كبير وبطل عنيد من بول كول نتيجه 2-0. مصطفى عسل تاهل لدور ربع النهائي، هيلاعب مين؟ هيلاعب طارق مؤمن. انا يعني الموضوع يعني هي كل قرعه بيقعوا مع بعض سبحان الله. ونتمنى المباراه تطلع بشكل كويس، وطبعا يعني غطينا هنا وقلنا على اللي حصل بين مصطفى عسل وطارق مؤمن، نتمنى التوفيق. هما في الاول والاخر هما اثنين لعيبه مصريين، اثنين لعيبه نجوم. طارق مؤمن نجم كبير جدا وليه تاريخ ويعني اسطوره من اساطير السكواش. مصطفى عسل صاعد وواعد ولاعب اثبت وجوده وسط الكبار وعلى صغر سنه. نتمنى المباراه تليق باسم مصر طبعا، ويبقى فيه طبعا ود ويبقى فيه محبه داخل الملعب، نتمنى كده ان شاء الله، لان هما اثنين كبار واثنين بيلعبوا في منتخب مصر بالمناسبه، يعني نتمنى ان شاء الله الموضوع يمشي جيد.
البطوله دي بيشارك فيها لعيبه كتيره جدا مصنفين كبار على مستوى العالم، جوائزها 100 مجموع جوائزها 100,000 دولار. يعني حتى بطولات السكواش ما انتم سامعين بقت ارقامها 160 و200 و300 الف دولار، ارقام كبيره يستحقها، لان السكواش حقيقه منافسه شرسه جدا جدا جدا. انا عارف السكواش عشان تطلع تبقى على قمه الهرم، لا انت بتموت فعليا بمجهود، يعني سواء جوه مصر او بره مصر عشان تتاهل. المصريين جامدين، فانت عايز تركب على المصريين وفي نفس الوقت عايز تطلع تركب على الجامدين بره. الموضوع صعب جدا 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 ومجهد، فلما بتلاقوا لعيب وصل للسته الاوائل او الثمانيه الاوائل عرفوا انه بذل مجهود غير طبيعي، بالاضافه انه لاعب موهوب مصطفى عسل وطارق مؤمن كده. وربنا يوفقهم ان شاء الله، ونتمنى الفوز اكيد لمصطفى عسل ابننا ابن النادي الاهلي. طيب هنروح لناشئات تنس الطاوله تحت 17 سنه و19 سنه، توجنا ببطوله الجمهوريه. الماتشات اتلعبت على صاله هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه، دي صور من المباراه او بطوله الجمهوريه. والاهلي طبعا فاز بالبطوله بعد ما كسب كل منافسيه عن جداره واستحقاق. ويكفي ان طبعا نجمتنا ومصنفه الاولى عالميا تحت 15 سنه هنا جوده بتلعب في الناشئات، والحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته. يعني تنس الطاوله من الالعاب اللي بتديك اريحيه انه يعني ما عندناش مشكله، وانه المستقبل كويس سواء على مستوى الفريق الاول رجال وسيدات او على مستوى الناشئين والناشئات، مديك اريحيه ان انت الحمد لله مطمن وقافل صفحه اللعبه دي 10 سنوات قدام. طب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويبدو ان الكاراتيه كتب عليه ان يسطر التاريخ دائما. صعود اربع لاعبين مصريين لنهائي بطوله العالم في دبي، وده انجاز كبير يضاف الى انجازات الكاراتيه المصري. اربعه من لاعيبه منتخبنا الوطني الكاراتيه قدروا ان هم يتاهلوا للمباراه النهائيه في بطوله العالم واللي بتتلعب دلوقتي في مدينه دبي الاماراتيه. اللعيبه هم طبعا مين هنقولهم بالاسامي ووزنهم: احلام يوسف في وزن 55، يوسف بدوي في وزن تحت 84، عبد الله ممدوح في وزن تحت 75 كيلوغرام، منا شعبان في وزن فوق 68 كيلوغرام. البطوله دي بتتلعب من فتره من 16 ل 21 نوفمبر اللي احنا فيه، واللي بيشارك فيها كام 1200 لاعب ولاعبه، رقم كبير جدا، وده يدللكم ان الكاراتيه بتنتشر على مستوى العالم. منتخبنا بيشارك ب 15 لاعب ولاعيبه في البطوله دي، ولسه عندنا فرص في زياده عدد لاعبتنا اللي صعدوا خلال الايام اللي فاتت. بس عايز اقول لكم حاجه، ان الكاراتيه اكبر خساره لينا انه خرج من الاولمبياد، لانه الحقيقه انا يعني مش عارف ازاي بيتم اختيار الالعاب الاولمبيه. يعني انا نفسي في العاب بتبقى شعبيه جدا ومنتشره ومش داخله في الاولمبياد، وفي العاب اقل انتشارا وداخله في الاولمبياد. الحقيقه معايير مختلفه، معايير غريبه شويه. الواحد كان يعني نفسه يشوف الالعاب مش المتفوق فيها مصر، بس الالعاب المنتشره على مستوى العالم كله. ولكن هو ده الاولمبياد، وهي دي اللجنه اللي بتحط الالعاب او بتقول مين يخش مين يخش ما يخشش. بس الكاراتيه يستحق ان يكون مكان ثابت في الالعاب الاولمبيه. ما اعرفش ممكن يطلعوا ايه، بس لازم يكون له مكان ثابت، ودي هتبقى فرصه لينا كويسه جدا ان احنا ناخد اكبر عدد من الميداليات. طيب هنروح لرياضه جديده. انا بس عايز ايه، ما احبش اقول الخبر كده من غير ما اشرح لكم ايه القصه. في رياضه جديده موطنها جنوب شرق اسيا، الرياضه دي اسمها مواي تاي، اللعبه قتاليه زي ما حضراتكم شايفين، واخده شويه من البوكس على شويه من الكاراتيه. يعني هي لعبه قتاليه ولكن بتشهد انتشار عنيف في جنوب شرق اسيا وكل دول العالم. منتخبنا الوطني الاول للمواي تاي، وهي رياضه جديده للدفاع عن النفس، حقق المركز الثاني في بطوله افريقيا اللي اتلعبت على مجمع صاد باستاد القاهره الدولي في الفتره من 11 ل 16 نوفمبر اللي احنا فيه. منتخبنا حقق البطوله ب 20 ميداليه، وجم 6 ذهب 9 فضه 5 برونز، وفضلت المنافسه معلقه بيننا وبين المغرب لحد اخر وزن من موازين الالعاب. البطوله دي مؤهله لدوره الالعاب العالميه واللي هتتلعب في امريكا السنه الجايه باذن الله. منتخب السودان حقق المركز الثالث ايضا، ومن بعده منتخب موريشيوس وجه في المركز الرابع، اما المركز الخامس فكان من نصيب اشقائنا في ليبيا. كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله، عملنا التقييد، اتفرج عليها وهرجع لحضراتكم تاني. البطولة تنظيمها كويس ما شاء الله، يعني تنظيم كويس جدا، وبيشرفنا طبعا هنا في مصر وفي استاد القاهرة الدولي كذا منتخب، منتخب السودان ومنتخب ليبيا وتونس والمغرب وكذا منتخب، يعني هم ضيوف عندنا في مصر هنا، وانا سعيد جدا ان البطولة دي اتعملت على ارض مصرية. هي البطولة حلوة بس فيها مخاطر، هي ممكن اتأذي او اتكسر، ودي حاجة عادية خالص. لقينا يعني ترحيب حار من عند اخوتنا المصريين،
يعني كما راكم تشوفوا كاين حتى اللي في الجمهور حتى شجعنا احنا يعني كاين ناس مشجعين مصريين شجعوني يعني في النزال تاعي. اول مره لي اشارك في بطوله وكذا، بالذات حاجه كونتيننشال، فتنظيم كويسه جدا، ممتازه جدا، وكانت بالنسبه لنا للفريق السودان كانت حاجه جيده انها تكون بالذات في مصر، لانه مصر بالنسبه لنا اصلا يعني بلد بنحبها شديد وقريبه وبنقدر نصلها ودائما بيرحبونا شديد، فنحن مبسوطين جدا بالبطوله. كانت خبره كويسه لنا، وحد الان احنا ما شاء الله يعني استفدنا كثير ومواصلين الحمد لله. اولا البطوله زي ما انتم شايفين حضرتك دي البطوله الافريقيه الثانيه بتنظمها على ارض مصر، من حيث التنظيم ولا كانها بطوله عالم بالظبط. بيشارك في البطوله معظم الدول الافريقيه، نيجيريا، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، كذا دولة. كويس جدا التنظيم، كويس جدا البطولة، كويسة بس، وكمان الناس اللي فيها كويسين جدا، وكل واحد يعني اللي بيلعب تبقى حاجة يعني كويسة بالنسبة لي الصراحة. وأنا بصراحة يعني بتشرف كابتن وليد زكريا ومحمادة كابتن بتاعي، وبرده كابتن اسلام في المنتخب مواي تاي المنتخب المصري في المركز الاولمبي. بطوله كويسه جدا وعلى مستوى عالي، والدول المشاركه في البطوله برده الدول المشاركه بلعيبه على مستوى عالي، والله يعني كان التمرين كان فيه صعوبات ما بيننا كتير في المعسكر المغلق اللي كان في المركز الاولمبي، كان ما بيننا كتير في التمرين صعوبات، وده الطبيعي. المدرب بتاعنا كابتن اسلام نجيب هو مدرب منتخب مصر للمواي تاي، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق مركز اول وبمستوى عالي يعني الحمد لله. البطوله دي طبعا من اجمل البطولات اللي شاركت فيها، وقبل البطوله دي عملنا معسكر كان مغلق، والمعسكر ده كابتن اسلام نجيب كان هو اللي بيمرنا فيه طبعا، والمعسكر فيه قدرنا نعمل اعداد بدني ومهاري وخططي ونفسي، والحمد لله كنت بلعب خصم من المغرب، بفضل الله تفوقت عليه وحصلت على المركز الأول بفضل الله. زي ما حرصنا في ملاوي الأبطال منذ البداية ان احنا نجيب لكم كل ما هو جديد، وقريب هتسمعوا على المواي تاي وازاي هي بدأت تنتشر، ومش بعيد نلاقيها بقت لعبه اولمبيه، مفيش حاجه بعيده. بس دايما مصر بيبقى فيها الجديد، ودايما مصر بتدخل الالعاب، وزي ما حضراتكم شايفين مجموعه من الشباب بيمارسوا اللعبه دي، واكيد طبعا لما نلاقي بطوله افريقيا مشارك فيها عدد كبير من المنتخبات يبقى اكيد البطوله دي بتنتشر انتشار كبير. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده. عندنا طبعا بتنس الارضي، منتخب مصر كان بيلعب بطوله افريقيا في او كاس افريقيا للتنس الارضي، واللي اتلعبت منذ ايام في الحي الرياضي بالمنزه في تونس. 7 ميداليات هي حصيلة منتخب مصر للتنس الأرضي في تونس. هتلاقي ساندرا سمير حققت مثلا الذهب في منافسات الفردي، وده على حساب زميلتها في المنتخب لميس الحسين. وكمان قدرت ساندرا سمير انها تفوز في منافسات زوج السيدات بالمركز الثاني، وكسبت زميلتها لميس الحسيني او الحسين وياسمين مصطفى المركز الثالث في منافسات الزوجي برضه. وفي منافسات الفرق نجح منتخبنا المكون من ساندرا سمير، لميس الحسين، ياسمين مصطفى في انهم يفوزوا بالمركز الاول، اما زمايلهم في الرجال والمكون من عمرو العسراوي وشريف مخلوف وكريم الفقي فحققوا المركز الثاني في الفرق. وفي منافسات زوج الرجال حقق عمرو العسراوي وشريف مخلوف الميداليه البرونزيه. البطوله شارك فيها 12 دوله هم مصر والجزائر وبوركينا فاسو وجزر القمر واثيوبيا وكينيا ومالي والكونغو والديمقراطيه وليبيا وموريتانيا وزيمبابوي وتونس البلد المستضيف. تونس الارضي يعني من الالعاب برضو اللي مكلفه جدا، ومن الالعاب اللي عايزه مجهود كبير جدا عشان تقدر تنافس عالميا. ومن هنا احنا بنفكر ونفسنا نشوف لعيبه لينا كتيره جدا سافرت جامعات في امريكا، لانه الحقيقه الجامعات في امريكا هناك المنافسه قويه والاعداد قوي. اللي هيقدر يروح امريكا زي لعيبه الباسكت، لما نشوف لعيب باسكت بيطلع امريكا ويرجع بيبقى حاجه تانية. ففرصه جيده ان لعيبه التنس وبيكونوا منهم لعيبه كتير جدا يعني مدارس وبيكلموا لغه وبتاع، فيقدروا يسافروا الولايات المتحده الامريكيه. احنا نفسنا نشوف في التنس لعيبه كتير بتلعب في دوري الجامعات، لان ده هيبقى البوابه بتاعتهم للعالميه. الحقيقه لما فكرت انا في التنس الارضي احنا عندنا كفاءات، ولكن الكفاءات محتاجه ان هي تتعدي كويس. طبعا صعب جدا ان احنا نعد لاعب تنس
بشكل جيد، وبتبقى الامور محتاجه تكلفه لو عايز تعملها على مستوى منتخب. ولكن انا شايف البوابه الخلفيه للمنتخب نقدر لو لعيبه كتير ولاعبات كتير شاركوا في دوري الجامعات الامريكي. طيب خلينا نروح للسلاح. منتخب سلاح المبارزه يشارك بطوله العالم او كاس العالم بسويسرا. منتخبنا الوطني الاول لرجال سلاح السيف المبارزه وصلوا من ايام لسويسرا عشان يشاركوا بطوله كاس العالم، واللي هتبدا من بكره وتستمر لحد يوم 21 نوفمبر اللي احنا فيه. البعثه بتتكون من محمد السيد، احمد السيد، ابراهيم رمضان، ومحمد ياسين، ومعهم المدير الفني لمنتخب سلاح سيف المبارزه الدكتور سيد سامي، وهيروح لهم علي هنام كابتن احمد نبيل رئيس البعثه. ويروح لهم على هناك، انا اسف، كابتن احمد نبيل رئيس البعثه. السلاح كان عمل نتيجه كويسه جدا في الاولمبياد اللي فاتت بعد ما كان حقق محمد السيد المركز الثامن. خليكم فاكرين الاسم ده، محمد السيد حقق في الاولمبياد اللي فاتت المركز الثامن، وهو احسن مركز حققناه في السلاح. طب محمد السيد عنده كتير؟ اه لسه عنده. محمد السيد احنا نتمنى ونتوقع وبنحلم معاه انه ياخد ميداليه اولمبيه جايه. والسلاح الحقيقه من الالعاب اللي حصل فيها طفره كبيره الفتره اللي فاتت على مستوى مشاركات الدوليه ككاس عالم او افريقيا كبطوله افريقيا والاولمبيات ايضا طوكيو اللي فاتت. بكده كل انتهت اخبارنا. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيفنا، ضيف الفقره الحواريه الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا قبل ما اي شيء، الشوط الاول انتهى والفتره الاولى انتهت في مباراه الاهلي والاتحاد الاسكندري بنتيجه 18-16 النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله استمرار التفوق الاهلاوي في الثاني والثالث والرابع، وان شاء الله كلنا ثقه باذن الله النادي الاهلي هيفوز اليوم بالبطوله. في البدايه طبعا بحب ارحب بضيف اللي منورني في الاستوديو رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي كابتن ياسر داوود. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا في قناه النادي الاهلي. اشكرك. شكرا ليك. يمكن يعني ناس كتير ما تعرفش حجم يعني المجهود المبذول، واحنا بنصر ان احنا نبين ان العاب القوى ابطالها ونجومها ومدربينها يعني زي ما بيقولوا بنحطوا في الصخر عشان يعملوا حاجه لنفسهم ولبلدهم ولكل اللي حواليهم. هناخد النادي الاهلي مثال. كابتن انت عندك كام لاعب ولاعيبه في الدرجه الاولى؟ الدرجه الاولى يعني مش اقل من 60 ل 65 لاعب ولاعيبه. رقم كبير ما شاء الله. وكلهم طبعا حقيقة ارقام وبياخدوا اعداد كتير. هنلاقي ممكن زيهم او اضعاف في الناشئين والناشئات؟ اكيد. صحيح. الناشئين والناشئات ما يقلوش عن 160 180 من 160 ل 180. ما شاء الله عدد كبير من اللاعبين واللاعبات انت بتعدهم والنادي الاهلي بيرعاهم. زي ما بيقولوا ما في يعني، خليني اتكلم بكل صراحه، العاب القوى ما بتجيبش انكم، ولكن اللعيبه كمان بتعاني من قله الامكانيات. كابتن خلينا نتكلم في لب الموضوع. مثلا هنقول عشان اعد لاعب العاب قوى وخليه ياخد ميداليه اولمبيه، من وجهه نظرك محتاج كم في السنه بادجت؟ هو عشان يعد لاعب للاولمبياد اولا ممكن ياخد اكتر من سنه، يعني نتكلم بقى على ارض الواقع، لا هو اكتر من سنه، يعني نتكلم مش اقل من احيانا من سنتين لثلاثه لاربعه، انما لو جينا على سنه نقول المتوسط في المتوسط عشان يتكلف كام لاعب للاولمبياد، يعني اعتقد مش اقل من مليون ونص. مليون ونص جنيه مصري. يعني بنتكلم في حوالي 100,000 دولار تقريبا. 100,000 دولار بالزبط. ما بين مشاركات خارجيه وداخليه واعداد وغذاء وتفرغ. بالظبط. يعني رقم كبير. بالظبط. يمكن اللعيبه كمان بتستعوض ده ان هي بتشتغل، يعني بتشتغل وتنفق على اللعبه، صحيح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه، دي حقيقه، ويمكن ده احيانا اللي بيعطلنا او بيعطل اللاعب ان هو يوصل للمستوى بتاعه او المستوى اللي لو قلنا اللي عايز يروح الاولمبياد، ده اللي بيعطله بيسبب في معوقات لان هو بيشتغل. هو طبعا مش متفرغ، اكيد طبعا بيمارس مهنه ما سواء كان طبيب، مهندس، محاسب، صاحب شركه، ليه شغله، بتاخد جزء من وقته وتركيزه ومجهوده وانتظامه في التمرين، لا قدر الله اصابات بتاخد وقت اطول في العلاج، فطبعا الامكانيات دي. قول لي يا كابتن، يعني احنا دايما نحب نحط زي ما بيقولوا يعني سؤال دايما بيطرح نفسه، اللاعب عشان يجي له سبونسر لازم يحقق نتيجه. تمام. وعشان يحقق نتيجه محتاج سبونسر. بالظبط. ما هو هيصرف عليه ازاي؟ يعني 100,000 دولار مفيش حد يقدر يعمل كل المبلغ ده. بس هي الفكره اللي بقولها ايه؟ اللي بقولها انه ساعات بيجي لك لاعب موهوب ممكن بربع بخمس المبلغ ده يحصل له طفره، وعندنا نماذج. يعني عايز حضرتك تستردد في الكلام ده، يعني احنا عايزين نتكلم في النماذج اللي عندنا اللي راحوا الاولمبياد ومعلش يعني ما تمش الانفاق عليهم بهذا المبلغ. زي مين عندنا؟ مثلا رامي الجله الجمل مثلا. من اللعيبه اللي ما تصرفش عليها كده، يعني ادي لي اللعيبه
اللي راحوا اولمبياد الفتره اللي فاتت والاتحاد بقلل الامكانيات؟ هو بصراحه الاربعه اللي راحوا الاربعه اللي راحوا منهم ثلاثه بتوعنا راحوا بامكانيات قليل، يعني سواء كان ايهاب عبد الرحمن او محمد مجدي حمزه او مصطفى الجمل، الثلاثه راحوا باقل امكانيات، ما تصرفش عليهم هذه المبالغ. ويمكن نتكلم بصراحه، يعني يمكن عشان كده يعني ما وصلوش للمستويات المطلوبه. هم راحوا وشاركوا، وممكن نقول من الادوار النهائيه وقبل النهائيه خرجوا، الادوار التمهيديه وقبل النهائيه. مش عايز اقول ان ده كان يعني 70% من المستوى اللي وصلوه، ان قله الامكانيات وعدم توافر هذا المبلغ، بيضاف بقى للحاجات الثانيه اللي هي الفتره الكافيه ما تمتش، يعني بالذات واحد زي ايهاب من ساعه مرجوعه من بعد نهايه الايقاف ما لحقش يخش في الفورمه، ان هو نقول سنه او حتى ما خدش سنه تأهل من هنا من مصر بالظبط من حوالي اربع شهور او خمس شهور. فده طبعا بنقول لا، ده كان لازم يلعب ماتشات بره ويحتك باللعيبه اللي هو مستوى عالي سواء كان. طب يا كابتن هسالك سؤال يمكن البعض بيتساءله، هل ممكن نشوف لاعب العاب قوه سواء رامي جولا او رمح او واسب طويل او واسب ثلاثي وات ايفر اي لعبه ايه، هل ممكن نشوفه بيحترف بره؟ يعني خلاص ممكن يبقى لاعب مثلا عند 19 18 سنه عنده الامكانيات ممكن يروح بره يلعب زي لعبه الكوره، يلعب وياخد خبرات ويجي يمثل مصر، هل ده وارد في العاب القوه؟ وارد في 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 يعني هو يعني لازم ندرس الموضوع تاني. هو كان وارد في الفتره اللي فاتت في الدول العربيه وتحديدا دول الخليج، ان كان في من سنه كده تحديدا يعني كان في فرصه ان اللعيبه بتاعتنا تشارك في بعض اللقاءات الوديه بتاعتهم والمنافسات الداخليه بتاعتهم، زي مثلا بلد زي الامارات العربيه في احيانا بيستعينوا بلاعبين، القانون بتاع الاتحاد بتاعهم بيسمح باللعيبه بالمشاركه باللعيبه الاجانب بباسبوره بكل حاجه بالظبط. ففي الحاله دي ممكن ان هو يشارك لو هو وصل للمستوى اللي هو بيمثل نادي معين، يمثل نادي معين بيبقى في كونتراكت. ده الحاله الوحيده اللي يقدر يبقى نقول دخله يزيد فيها، انما طبعا السبونسر مش موجود بالنسبه لاوروبا. ما فيش حاجه زي كده في اوروبا يا دكتور، يعني خلينا نقول مثلا دول زي دول شرق اوروبا، دول غرب فرنسا متطوره جدا، عندنا مثلا اسبانيا، هل الدول دي ما عندهاش منافسات قويه في العاب القوه قد تستعين ببعض المصريين يلعبوا الفرق؟ ما فيش مشكله احتراف، هل ده وارد ولا عندهم؟ بس طبعا لفروق المستويات يعني بتمشي الاستعانه باللعيبه بالذات في مسابقات الجري، اللعيبه بتوعهم بيبقوا اعلى من مستوانا في الاعداد. فبالتالي مش هيقدر مش يستعين بيا، ممكن يستعين بلاعب اخر من جامايكا مثلا من امريكا. وبرده وبالذات العاب القوه مش من النوع اللي هو عشان يحترف او يلعب في نادي ثاني يقضي طول الدوري معاه، هو يكفي ان هو يروح قبل الماتش او قبل الكومبيتيشن بتاعته بثلاث اربع ايام بيلعب وبعدها بيقوم بيغادر. يبقى لازم يجي بمستوى كويس بالظبط، لازم جاي من بلد ومستوى كويس بالزبط. يعني مش هيعدوه. لا انت قصدك تقول ان هو مش هيعدوه بالظبط، يعني اللعيبه ذات ذو المستويات العاليه دول بيلعبوا لقاءات بره والسبونسر بيمثلهم عنصر من عناصر الدخل، يعني مثلا بيروح يلعب الماتش دون او البطوله دي او اللقاء دون مقابل مادي اللي بيسووه هنا السبونسر، يعني اللي هو يعني شركه راعيه او شركه راعيه ليه بالظبط بالظبط. انما عشان يحترف اصل بطولات العاب القوه يعني حتى عندنا في مصر بتقام على مدار مثلا 3 ايام مش بيبقى سيزون، يعني يعني بيبقى معروف ان مثلا يوم 20/2 في الحته الفنيه بطوله فبيلعبها بعد كده خلاص بيبقى فري ممكن يروح حته ثانيه وهكذا. طب هل ما يقدرش يطلع اللاعب وسن صغير؟ طيب احنا نقول ده بالنسبه للعيبه الاحترافيه المحترفه العاب القوه، طب لاعب عنده 16 سنه 17 سنه وهو عنده طفره جسمانيه ما شاء الله كويسه، عنده امكانيات، عنده شخصيه، ما بيحصلش انه يقدر يطلع اوروبا؟ انا ليه بقول كده؟ ممكن ده يبقى باك دور لينا او باب خلفي ان احنا نتعدي كويس. هو في الحاله دي بيبقى نظام المنح الدراسيه. ايوه مثلا. بتبدا من بعد الثانويه العامه من المنح الدراسيه بتيجي في الجامعات الاوروبيه، ودي حصلت مره او مرتين مش اكتر من كده، بيبقى نظام منحه وثلاث ارباعهم بيبقوا من في الكليات اللي هي مثلا الالمانيه او الامريكيه في مصر او الانجليزيه. طب امريكا ده بالعكس، جامعات امريكا بتجتذب العناصر الجيده في العاب القوه. ما هو عشان امريكا بالذات بيبقى بيخضع لبروسيدورز بقى كتيره، سواء كان اختبارات الجنسيه، اختبارات اللغه، اختبارات الديانه، دراسه طبعا. فدي بتعطلهم. بياخدوا حتى، بس على فكره مش شرط برضو الدراسه، بياخدوا ممكن ناس متوسطه في الدراسه مقابل ان هي، يعني قصدي اقول لك انا بفتح معاك مواضيع، يعني بفتح معاك طرق ممكن لعبتنا من خلالها توصل. انا شايف ان لو اللاعب اهتم بس باللغه بتاعته، يعني هو عنده، انا يمكن حد ناشئ العاب كويسه يعني اهتم باللغه بتاعته طورها
وراسل احد الجامعات الامريكيه، لا احنا عندنا كفاءات تقدر تلعب هناك وتلعب من صغرها. فده هيبقى فرصه انه يتعدى بجامعته اربع خمس سنين في الوقت اللي هو فعلا محتاج بقى الطفره اللي تحصل له فيه. هي لا هي موجوده بس زي ما قلت لحضرتك بنسبه اقل، لان احنا مسابقات الجري فيها بالنسبه للدول الاوروبيه يعني مستوانا اقل منهم، فعشان كده بلاش الجري في بقيه الالعاب. في الرمي ممكن وفي الوثب ممكن، يعني انا اتذكر في لاعب جات له منحه وحاليا هو لغايه دلوقتي في امريكا، بس هو كلام كان نادي مدينه نصر ولغايه دلوقتي هناك جات له منحه من فتره يعني لسه بيلعب من ثلاث سنوات، بس هو لغايه دلوقتي طبعا ما نزلش مصر ثاني يعني. لان هو ما سمعتوش عنه اخبار مثلا ان هو تقدم مستوى تقدم حاجه زي كده؟ لا هو يعني الى حد ما لا متابعينه يعني مستوى تقدم طبعا، انما طبعا مسابقاتنا هنا يعني برضه لان عدم انتظام المواعيد بدقه فبتختلف معاهم هناك يعني. احنا النهارده عشان اعمل بطوله مثلا يوم 20 واجي اقول لا ده هعملها يوم 24 عشان يوم 20 ملعب مش فاضي، دي بتعمل لهم مشكله هناك وما يقدرش يشارك. طب عايز طب هو هناك يعني مثلا لما اللاعب يشارك مثلا مع دوري الجامعات هل بيبقى الموسم بيبقى كله ولا يعني مثلا الدراسه هناك 9 شهور او 10 شهور؟ تمام. دي ال 10 شهور في الباسكت مثلا هناك لعبه زي الباسكت في امريكا ال 10 شهور بيلعبهم. هل العاب القوة كده بيبقى على مدار السنه او مدار التسع شهور او 10 شهور بيلعب، ولا بيبقى مثلا نشاط شهرين ثلاثه وخلاص؟ لا هو عندهم يعني شبه جدول يعني عرفته من احد الزملاء عندي في 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 في, في الجهاز ان هو كان مدرب في امريكا اسمه الحفني عبد المقصود. بيبقوا الجامعات بتلعب بعض دوري جامعي دوري جامعي صحيح بالظبط دوري جامعي وبعدين ولاد بتلعب بعض، فهو مستمر هناك. وطبعا فتره الدراسه بتاعتهم في درجات بياخدوها على حضور الماتشات والتدريبات. صحيح. فبالتالي لما اساسيه دراسه هو بينزل مصر بس ممكن شهر او اثنين بينزل فيهم مصر يعني ما يبقاش فيهم بطوله هنا، فبينزل يشوف اهله. طب حضرتك قلت لي في الجري بيبقى الجامايكا اللعيبه جامايكيين اللعيبه يعني بيبقوا مثلا من امريكا، اللعيبه دي بتبقى جامده. طيب بالنسبه للالعاب الاخرى او المنافسات الاخرى زي الرمح، احنا الحمد لله عندنا يعني جسماننا نقدر جنبي الجله نفس الكلام. تمام. عندنا الوثب الثلاثي الوثب العالي ده يناسب نمطنا الجسماني. بالظبط. كينيا بيناسبهم المسافات الطويله عشان الاكسجين اللي عندهم قليل. بالظبط. طيب ما فيش مجموعه من النشاطات دي تقدر تروح مثلا جامعه زي امريكا تروح في اوروبا بالذات ان احنا متفوق في ده؟ يعني نفسي اشوف خمس ست لعيبه هناك يعني ان شاء الله الاتحاد يتبنى الفكره دي. هو طبعا عشان اللعبه فرديه الاتحاد طبعا هو مش بينضم لفريق، هو بتبقى متروكه للاعب نفسه ان هو بيجتهد بيتواصل بيشوف الجامعات اللي تناسب دراسته مجهود شخصي. بالتالي الايميلات وحاجات زي كده. فكاتحاد او كنادي ما اقدرش اوجه اللاعب اقول له في منحه مثلا يعني في اي دوله اوروبيه عايزك تروح فيها، ممكن الاهل ما يوافقوش. ممكن امكانياته الماديه ما توافقش ما تسمحش انه يروح. بالظبط. فهنا بنرجع ممكن ما تبقاش فول سكولرشيب يعني مش كوزرشيب كامله او مش منحه كامله. بالظبط. فمش هيقدر يدفع حتى نص مصاريفها، بتبقى غاليه جدا الدراسه هناك. بالظبط. ده طبعا معوق من المعوقات اللي بتاثر على اللاعب او بتمنعه ان هو يروح يعني. في خامات طيبه، انما يعني نقول مثلا ممكن مرتبط فكره انه يسافر يقعد سنه بره الاهل بيرفضوها. لو بنت طبعا تبقى مشكله كبيره طبعا. الموضوع مقفول تماما يعني الا يعني ما رحم ربي يعني ممكن كده يكون 1% وممكن يكون مش موجود مفيش منعدم اصلا. بالظبط يعني. فهنا هي دي الحقيقه ان بتمثل عائق كبير. خلي بالك يا كابتن في العاب اخرى لما بدات اولادها يطلعوا بره ودول ده مش العاب في مصر ودول تانية في افريقيا لما بداوا يروحوا يحتكوا في الدوريات الجامده وبقى لهم كيان وبقى لهم وضع يعني لما لقوا سيستم ولقوا نظام ولقوا حاجه رجعوا لهم رجعوا لبلدهم رفعوا اسم بلدهم. فيمكن انا بفتح معاك المواضيع دي ليه؟ عشان الساده المشاهدين يشوفوا قد ايه العاب القوى لعبه فيها يعني عندنا كفاءات بس بتعاني. بس خلينا نرجع للنادي الاهلي. تمام. نرجع بقى طبعا رئيس الجهاز النادي الاهلي وكلمنا عن النشاطات اللي فاتت من اول موسم ابتدى، اشتركت في ايه؟ لعبنا ايه؟ وفاضل لنا ايه يا كابتن؟ احنا في الفتره الحاليه يعتبر خلصنا من جميع لقاءات الدرع العام او الدوري زي ما بنقول، والحمد لله في جميع المراحل السنيه من اول 12 لغايه الدرجه الاولى بنين وبنات ورجال وسيدات الحمد لله اوائل ما شاء الله. وحاليا بنستعد لكاس مصر اللي المفروض هيبدا اول مرحله سنيه كان المفروض نبدا تحت 14 سنه ودي اتاجلت. ممكن يعني ممكن يبتدي على كام كده طالما اتاجلت ولا اتاجلت عشان انتخابات؟ لا هي اتاجلت في 12 في شهر 12. لا اتاجلت عشان انتخابات الاتحادات لسه خالصه من حوالي اسبوع او 10 ايام. يعني هتبتدي نشاطات كاس مصر لتحت 14 سنه في شهر 12. لا بس هنا الكلام بقى احنا هنبتدي 16 سنه ان شاء الله من الاسبوع القادم. ايه ده؟
يعني اللي اتاجل بس 14 انما كله في ميعاده. لظروف الملعب وظروف الواد لسه داخلين مدارس واولياء امور وبطوله المدارس متعارضه مع اليوم اللي اتحدد في الجدول، فهنبدا ب 16 سنه الاسبوع القادم ان شاء الله، ويمكن تكاد تكون قبل انتخابات النادي الاهلي بيوم، هتبقى يوم 24. تلعب في مركز اولمبي مش كده كده؟ عشان هو احسن مضمار ليك. بالظبط، المكان الوحيد اللي جاهز في مصر. بس بتعمل مضمار في العاصمه الاداريه. هو لسه كنت هقول على ثانيه، ومحتاج بقى محتاج صيانات ومحتاج وقفه شويه. ده حدوته. انت رحت شفته؟ للاسف لا، سمعت عنه بس. بس هو خلص طيب؟ لا بيجرب يعمل فيه. لسه. لان مضمار عاوز قوه تخطيط ومسافات وبياخد وقت طويل. بيقولوا هتبقى حاجه اولمبيه. جميل جميل. كلنا مستنيين هذا اليوم عشان نروح. وكمان يعني المواصلات منه واليه هتبقى سهله، خلي بالك. أكيد. يعني انت عندك شبكه مواصلات دلوقتي او شبكه طرق حاجه. لا كلنا شايفين طبعا. انا عايز اقول لك المترو هتنزل تقلب تاخد القطار السريع اللي هو بدايته هتبقى من عند محطه عدلي منصور اللي هي، وبعد كده تروح بيه لغايه العاصمه الاداريه. يعني انت من المترو في اي حته في القاهره بتربط الشبكات مع بعض. يعني انت ممكن خلال ساعه تكون في المركز الاولمبي اللي هيكون في العاصمه الاداريه. اوكي، احنا ان شاء الله منتظرين هذا اليوم عشان نروح نفتتح المكان. انا منتظر اكتر منك والله، متشوق، لان الحقيقه كان نفسي بحلم ان يبقى عندنا قريه اولمبيه زي دي نقدر نستضيف فيها احدث او اكبر الاحداث. بالظبط. طيب هنخلص كاس مصر على امتى تقريبا يا كابتن؟ 23/12 ان شاء الله. ده اخر منافسات رجال وسيدات ولا؟ رجال وسيدات. في شهر 12. اخر 12. يعني يوم 25/12 بنكون خلصنا الدرجه الاولى ان شاء الله. منتظر ان شاء الله ان احنا اول برضه. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا خلاص حاجزين المكان. طب اقول لك يا كابتن، انت بنفسك فرقه واحده او نادي واحد، ولا في كل سن او كل مرحله سنيه او كل نشاط بيبقى في انديه بتنافسك بس مش هم نفس الانديه في كل النشاطات؟ دي حقيقه طبعا. لا، في كل مرحله سنيه بينافسني النادي غير النادي بينافسني في العموم. واللي احيانا بينافس في نفس المرحله السنيه في البنات مختلف عن اللي بينافس في البنين. طب مين نقول اكبر منافسين؟ اكبر منافسين نقدر نقول الزمالك. تمام. ونادي طلائع الجيش. وهل الزمالك حتى الان في يعني العاب قوه؟ انا عارف ان هو الموضوع يعني هناك اقل جدا، بس لسه في في جهاز وفي مدربين، في جهاز ما شاء الله كبير ولسه بيشاركوا كل النشاطات برضو ولا هو اللي فات كله شاركوا فيه؟ شاركوا فيه. اللي فات كله شاركوا فيه. الزمالك بينافس عندك الزمالك، طلع الجيش، المؤسسات العسكريه، واحيانا برضو انديه الاسكندريه الاولمبي وسبورتنج. بتلاقي فيهم بعض اللاعبين وبعض المنافسات، بس مش كل الفرق بتكون ثابته. يعني مش كل يعني مش هتلاقي نادي طلائع الجيش بيبقى دايما ثابت هو اللي بينافس، مش هتلاقي دايما نادي الاولمبي هو اللي بيثابت بينافس. لا، بتلاقي الانديه دي كل مراحل سنيه مختلفه على حسب النادي ده. دي حقيقه يعني. وهنا بقى الصعوبه بتاعتنا، يعني احنا مش نادي واحد اللي بندرسه ولا بننافس معاه. لا يعني صعبه دي بالظبط. في كل طبعا في كل مرحله سنيه واحد غير الثاني. يعني احيانا في البنات بنافس نادي، في البنين في نفس المرحله بنافس نادي اخر، و و و وبعدين النادي ده مش بكمل صفوف وانا مش بكمل صفوف. يعني احيانا في نادي ثالث مشترك بيخش ياخد مني مراكز ومني فعلا. يعني مش مني ليه ماتش، لا ده انا احيانا انا في حد ثالث. بالظبط، في نادي ثالث ممكن يخش ياخد مني مدريتين ثلاثه لحساب يتحسبوا ما يجوليش فالنادي الثاني يكسبني، هو العكس. والنادي ده ممكن برضه في نادي اخر ياخد منه. خليني اعرف من حضرتك اهم المراحل السنيه واهم الالعاب اللي تلاقي فيها منافسه، ولكن اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، نطلع الفاصل سعيد نرجع نكمل كلامنا عن العاب القوى مع رئيس الجهاز الكابتن ناصر داوود، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الاهلي الحمد لله يعني مستمر على التفوق، 33-28 النتيجه، ويبقى اقل من 3 دقائق على نهايه الفتره الثانيه. النادي الاهلي ماشي كويس، يمكن في بعض الاخطاء التحكيميه، ولكن يعني النادي الاهلي بالرغم من ذلك متفوق بفرق 5 نقاط. نتمنى التفوق يستمر حتى النهايه ان شاء الله. كابتن ياسر، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المنافسين، لانه انت زي ما قلت لحضرتك انت مش بتنافس نادي واحد، انت بتنافس مجموعه من الانديه. يعني اديني مثلا ناخد الناشئات، مين اكتر منافسين ليك في المراحل السنيه المختلفه؟ يعني نقدر نقول في 16 سنه مثلا ممكن يكون بينافسني الاولمبي من اسكندريه، الزمالك من القاهره، من القاهره والجيزه يعني، وممكن يخش معاهم نادي مثلا زي الشمس او نادي مدينه نصر.
بيبقى مركز على منافسات معينه، على سبق معين، على حاجه معينه بيخش عايز يكسب. بالظبط. انت مطالب منك ان انت يعني تقف قصاد كل ده. تبقى صعبه. هي صعبه جدا لان هي حساباتها ما بتنتهيش. يعني النهارده احنا بننافس يعني 8 منافسين، ولو جينا نضيق الاطار شويه هيبقوا 3-4 بننافسهم في نفس التوقيت. يعني مش منافس يعني في اللاعب في ايفنت ما، مش بينافس اللاعب اللي هو كنادي بينافسني فيه، لا بينافس حد تاني في نفس التوقيت. في نفس التوقيت. في نفس التوقيت. يعني انا النهارده اوكي انا بنافس نادي الغابه ومركز معاه، في نفس الوقت لازم اكون مركز مع اي نادي اخر، لان ممكن لو انا مركز مع ده تاني يكسبنا احنا الاثنين في نفس التوقيت. لان هي مسابقات بتبقى 8 لعيبه في النهائيات بيطلعوا في وقت واحد، ده في مسابقات الجري. المسابقات الرمي او الوزن تختلف طبعا، لان كل واحد بيخش ياخد دوره. وبرده المؤهلين للنهائي دايما بيبقوا 8. دايما النهائي فيه 8 لاعبين او 8 لاعبات. المفروض ان انت تتفوق على كل دول في كل مسابقه، لان احنا عندنا العاب القوى المسابقات 22 ايفنت بتلعب في على مدار 3 ايام بنين، و 22 بنات، يعني 44 مسابقه بتلعبوا على مدار 3 ايام. يا خبر ابيض، رقم كبير قوي كده. كل ده في دماغك وانت عارف مين اللي هيلعب ومين اللي هيجي كرئيس جهاز وفي مدربين. اي نعم، بس انت كل ده لازم يكون في دماغك وعارف مين تنزله ومين ما تنزلوش. طبعا. 44 مسابقه 3 ايام، وبعدين مش نهائيات على طول، يعني 44 مسابقه دول في مرحله تصفيات ونهائي ونهائي. هنا بنقول ان الحسابات احيانا بتختلف بس بحاجات بسيطه، يعني حساباتنا الحمد لله بتختلف بحاجات بسيطه. طب قول لي يا كابتن، حضرتك مثلا كرئيس جهاز عايز تراقب المنظومه اللي عندك، الاستراكشر بتاعك ازاي؟ يعني انت عامل الهيكل عندك ازاي؟ الهيكل عشان نراقب العمليه التدريبيه الاول بتبقى شيء طبيعي. مجرد دخولي الملعب المدربين بيبقوا شغالين قدامي، لان كله شغال في وقت واحد. ما هنا بقى منظومه الالقاب، يعني هنا الجمال والتشويق بتاعها ان انت بتروح وقت تمرينك جولة بيلعب، الرمح بيلعب، ال 100 متر بيلعب، 400 متر بيلعب، كل ده بيلعب في وقت واحد؟ اه ان شاء الله. وانت مطالب منك انت كرئيس جهاز قاعد مراقب كل المنظومه دي حقيقه. بس هو لحسن حظنا احنا في الفتره في الفتره التدريبيه الرمي في حته لوحده، عشان يبقى برده التركيز عالي معاه، وفي نفس التوقيت لان الرمح والقرص لازم يتلعبوا والمطرقه لازم يتلعبوا في مكان بعيد عن الجري والحواجز والوسم. انما نقدر نقول اول ما نخش المضمار ده 80% من المسابقات اللي هي الجري والوسم والحواجز والوسم بانواعه، سواء كان عالي او القفز بالزانه او فالمدربين بيبقوا شغالين مع اولادهم. الثمان حالات دي بتبقى اوتوماتيك في هارموني كده بين المدربين، اللي ان مثلا السبرنت قوي السبرنتر اللي بيجري بقوه ودفاع ده مثلا بيبقى سايبين لهم حارتين، حاره واحد واثنين مثلا في التراك. الاقل سرعه شويه او الابطا بيبقى مثلا 3-4 وهكذا. الحواجز مثلا بيبقوا هكذا. هتعملوا ايه؟ انما في نفس التوقيت بيبقوا شغالين مع بعض، يعني لاعب الحواجز بيطلع وفي نفس الوقت لاعب ال 100 متر بيطلع ولاعب الوزن بيكون بيطلع في الران واي بتاعه. طب خلينا بس هقطعك يا كابتن، هو طبعا انتهت الفتره الثانيه من مباراه الاهلي والاتحاد في كره السله وبالتعادل 33-33، ويبدو ان المباراه ستشهد يعني نديه ومنافسه حتى النهائي. يمكن كان نفس السيناريو حصل في البطوله العربيه وكسبنا الحمد لله بعد اكسترا تايم. ان شاء الله نتمنى النهارده فوز النادي الاهلي ويوفق مستر اجوستي في ادارته الفنيه مع الفريق. ان شاء الله كل التوفيق لفريق كره السله. اسف يا كابتن قطعتك، بس فرقتنا ربنا يوفقهم ان شاء الله. مهم نتابعها جدا. فحضرتك كنت بتقول ان كله بيتمرن مع بعض، وحتى مثلا الحرارات متقسمه، حتى اللي بيلعبوا على النجيله بقى برضو نفس الكلام مقسم الملعب. بالظبط. التمرين بتبقى وقتها قد ايه يا كابتن؟ من 2 لـ 3 كل يوم. كل يوم من 2 لـ 3. طب حلو، حضرتك كلمتني عن التمرين. طيب مراقبه او لان انتوا طبعا بتنافسوا الوقت، في ناس بتنافس الوقت، في ناس بتنافس في المسافه، في ناس يعني كل واحد بينافس او بيتحدى شكل من اشكال الطبيعه. تمام. واحد بيتحدى نفسه فواحد بيتحدى الارتفاع، فيعني مواضيع بتبقى صعبه جدا. بس خلينا نقول استراكشر، حضرتك رئيس جهاز، حضرتك حاطط مدير فنيين للرجال والسيدات، ولا انا غلطان؟ ولا الاستراكشر التنظيمي؟ التنظيمي لا، احنا عندنا قطاع قطاع بنين قطاع بنات. المدرب احيانا ممكن مدرب معاه بنين وبنات، بس احنا حاليا في الفتره الاخيره بقى لنا 4 سنين الحمد لله في مدربين مخصوصين للبنات ومدربين مخصوصين للبنين. عشان التركيز والرجال.
انما للاسف ما عندناش مديرين فنيين، بعتبر انا رئيس جاي مدير فني تمام، بحيث انا بشرف على جميع المدربين. في مدربين مع كل سبق مع كل مرحله سنيه. بالظبط بالظبط. يعني في بتراقب ارقامهم ازاي يا كابتن؟ هل المدرب بيرفع الارقام ليك عشان تحدد وتاخد قرار مين اللي يلعب مين ما يلعبش، مين ينزل السبق ده مين ما ينزلش؟ هو بنسبه 100% انا ببقى موجود اساسا جوه الملعب في اثناء القياسات، فانا اوريدي ببقى عارف الزمن اتحقق ايه ولمين وكام. بعد كده مش محتاج حد يرفع لك، انت شايف بعينك. بالظبط، ودي اهم حاجه. الحاجه الثانيه والاهم ان الكلام ده كله بيدون، يعني لما بنيجي يعني انا بشوف بعيني ساعه الحدث اثناء التدريب اثناء الاختبارات اللي احنا بنعملها، ببقى عارف مثلا محمد احسن من حسن، حسن احسن من سيد وهكذا. طيب احسن ده بيتحسن ده عدى زميله. بالظبط بالظبط. والله حصل بقى ان الراجل الثالث ده بقى عمل احسن من الاول، على طول باخد خبر بيه ان ده فلان عمل رقم احسن من فلان. فدايما يعني الحاجات دي ابديتد، يعني كل يوم ببقى عارف ايه اللي حصل. بالاضافه بقى لما نيجي لو البطوله مثلا بعدت شويه، بنيجي قبل البطوله باسبوعين ثلاثه بنرجع بقى للتسجيلات بتاعتنا. يعني بالظبط، لان انت بتشوف بقى انت برجع للتسجيلات بتاعتي. بس انا مرورا هنا يعني بواقع الخبره والعمليه جوه الملعب، انا كل يوم هناك فانا عارف مين احسن من مين. نعم. اللهم الا بقى لو الراجل بتاعنا رقم واحد ده حصل عنده اي ظرف ما ابتدي ابص على الثاني بقى بعيد عنه ولا قريب في الرقم، بحيث لو بعيد لا طب احنا عايزين الفتره اللي جايه نلحق نحسن الارقام. بالظبط بالظبط. انما لو الامور ماشيه طبيعيه بيبقى معروف واحد واثنين وثلاثه مين، يعني باستمرار ما فيش مجال هنا للتخمين. طب ما نجرب اثنين، لا ما فيش كلام من ده خالص. طب يا كابتن، يعني في لعيبه في انديه ثانيه يعني بتتمنى ينضموا لك، يعني برضو يعني في العاب القوه، هل في موسم انتقالات؟ هل في شراء لعيبه؟ يعني كلمنا عن العالم بتاع العاب القوه ده. العاب قوى زي كل العاب، في موسم انتقالات وفي شراء لعيبه وفي انديه مميزه، في لاعبين مميزين في انديه اخرى. موسم الانتقالات دايما بيبقى اخر السنه، بيبقى في شهر 11 و12. طب موسم الانتقالات ده نتيجه هل في عقود بين اللاعب والنادي، ولا بيبقى مقرر انه مسجل باستماره؟ لا هو مقرر مسجل باستماره، انما الاتحاد حط لائحه جديده في برضه الاربع سنوات الماضيه، اللاعب اللي هو ذو مستوى عالي اللي هو مثل مصر على مستوى المنتخب لازم يتعمل له عقد في النادي بتاعه، ولو ما تعملوش عقد يبقى حر يروح في اي نادي اخر. يعني يعني بيدي فرصه النادي بتاعه يتعاقد معاه. بالظبط. متعاقد ما تعاقدش معاه خلال فتره، اللاعب بيبقى حر. بالظبط. ده بس في حاله واحده، لو اللاعب ده لاعب منتخب مصر. لاعب دولي. لاعب دولي. مثل مصر، طب ما ده حاجه كويسه، ممكن يكون حافز للعيبه. بالظبط. انها توصل. بالظبط. بس احنا طبعا احنا عشان عندنا زي ما قلت لحضرتك احنا اكبر رقم من لعيبه العاب القوى اللي هم الابطال والمميزين على مستوى مصر، يعني يكاد يكون زي ما قلت لحضرتك ما يقلوش عن 200 220 240 في جميع المراحل السنيه. الانديه الاخرى بيبقى عندهم عدد اقل، عشان كده احيانا بيبقى يقدر يعمل عقد اثنين وثلاثه. انما انت عندك الابطال كتير. بالظبط. وعقودك اكتر. بالظبط. والنادي الاهلي طبعا اكيد بيرعى المجموعه دي بعقود، فبتلاقي ان البادجت عندك بقت اكبر في الوقت اللي ممكن الانديه ثانيه بتعتمد على لعبه او اثنين. دي حقيقه. انما على فكره يعني ان شاء الله المنظومه عندنا ان شاء الله في تطوير في السنين الجايه، يعني كمان شهرين او كمان شهر ونص. لا التطوير ان شاء الله ان يعني احنا بقى لنا مده بندرس تحويل البدلات انت العود على اساس برضه تبقى ملزمه للاعب او اللاعبه، بحيث يعني حتى بالظبط. بس دي طبعا زي يعني محتاجه نوع من انواع الدراسه الماديه الماليه كويس جدا، بحيث لما ان شاء الله يعني توقعاتي ان في خلال السنه الجايه دي الموضوع ده هيتغير باذن الله. يعني دي شيء اسعدني جدا على فكره. هي ان شاء الله وهتريحنا نفسيا، لان انا النهارده يعني اول الجمهوريه اللي هو تحت 16 سنه اللي هو موهوب اللي احنا بنتكلم عليه دون، ما هو ممكن يبقى لاعب دولي بعد ثلاث سنين وانا ما اقدرش امسكه. صحيح. يعني عشان كده دايما الموضوع ده في دماغنا. بس هم طبعا المجموعه الحاليه اللي معانا هم طبعا هم حياتهم وعشقهم كلهم جوه النادي الاهلي، ف يعني لا هو راضي بالوضع بتاعه ومبسوط بيه وبيحقق نتائجه حتى لو ما كانش في عقد بينه وبين الاهلي. بالظبط. هو قابل للوضع وقاعد. بالظبط بالظبط. ومستمتع انه بيلعب تشيلسي. دي حقيقه. لان كمان اللي عايز اقول ان بعض اللاعبين من الانديه اللي هي عندها عقود كلموني بصفه شخصيه انه عايزين نيجي النادي، يعني يا ريت نيجي النادي. نعم. وبقول لهم يا جماعه طيب انتوا عندكم عقد، احنا عايزين لائحه تطبق علينا، احنا عايزين لوائح تطبق على النادي الاهلي تطبق علينا، مش عايزين عقد. فده موجود فعلا. انت قلت لي في لعيبه مميزه، في لعيبه مميزه في انديه اخرى ونفسهم يجوا عندنا، بس طبعا ده برضو بندرسه وبنحاول
محتاج للي هو فعلا محتاج له بالظبط. والقوانين والاحتياج كم واحد وازاي وفين وكام، يعني ده كله بندرسه ونقيمه. هل يعني يستاهل يخش في الـ في الـ في الـ في هذه المنافسه ولا لا؟ اه طيب احنا يعني معانا على الهاتف الكابتن ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب مصر هو النادي الاهلي. اهلا بك يا ايهاب. اهلا بحضرتك يا كابتن. صح يا كابتن، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يخلي حقيقي، ده شرف ليا اني مع حضرتك ومع كابتن ياسر بصراحه. حبيبي يعني طمنا عليك، واخبارك ايه؟ وهل يعني مركز في التمرين؟ هل عندك اشتراكات جايه جديده؟ هل محليا برضو اشتركت في كل البطولات اللي فاتت؟ يعني كلمني الفتره اللي فاتت واللي جايه عندك ايه؟ والله الحمد لله احنا الفتره دي الحمد لله تعتبر ما عندناش اي حاجه غير تمرين. ان شاء الله بطولات الجمهوريه هتبقى يوم 25/12 ان شاء الله باذن الله. من بعدها هيبقى الموسم الجديد عندنا بيبدا شهر 5 بعدها على طول باذن الله ان شاء الله. احنا دلوقتي مركزين ان احنا نتمرن اعداد للفتره الجايه ان شاء الله كلها. طب ايهاب انت بتتمرن في مركز الاولمبي صحيح؟ انا في استاد القاهره. استاد القاهره والمركز. طب قول لي في استاد القاهره. طب قول لي ايهاب يعني 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 قيم لي تجربتك في مشاركتك في الاولمبياد. يعني انت كان طبعا يعني عندك طموحات ولسه ما زال عندك طموحات، يمكن انت من اللعيبه اللي كورونا ظلمتها بشكل كبير، يعني تأهلك جه في وقت متأخر بدون إعداد جيد. قيم لي التجربة في الأولمبياد، هل هي مفيدة ليك؟ استفدت ولا لا؟ والله حقيقة هي التجربة كانت مفيدة جدا ليا. أنت عارف حقيقة كانت بعد أربع سنين توقف، ما كانش في تمرين وما كانش في ماتشات وبطولات، فكان الرهان إن أنا أرجع وإن أنا أرجع أعمل نتيجة دي كان بالي حاجة صعبة جدا، بس الحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا ارجع، وده يعني بفضل ربنا وفضل طبعا كل اللي وقفوا جنبي، النادي الاهلي، الجهاز، الاتحاد. انا بصراحه لوحدي ما كنتش اعرف ارجع، يعني لو مش هم كانوا في ظهري ودايما في ظهري بصراحه، يعني ودي شهاده حق انا اقولها. كابتن ياسر كان دايما على طول دايما معايا في الصغيره قبل الكبيره بصراحه. فانا حابب اشكر كابتن ياسر واشكر النادي الاهلي وطبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب والاعضاء كلهم بصراحه. عايز اشكرهم كلهم عشان هم كانوا شركاء في ان انا اقدر ان انا اروح الاولمبياد. ناس كتير استغربت ان انا موجود في الاولمبياد، ناس ما كانتش مصدقه ازاي انت بعد اربع سنين وكمان سنه كورونا خمس سنين تبقى موجود معانا هنا. فانا بقول لهم يا جماعه ده مش انا لوحدي، لا هم في دافع كان محطوط قدامي خلاني ان انا اوصل لده. فانا بشكرهم كلهم، يا رب اكون عند حسن ظنهم في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله يا ايهاب وانت عند حسن ظننا على طول ودايما مشرفنا في كل مكان. وخلينا اسالك يعني يمكن اكيد في بطولات كورونا بدا الموضوع يعني يقل شويه وبدا يبقى في التطعيم ودول كثيره فتحت المنافسات، هل بتخطط للمشاركه في احد البطولات الدوليه؟ عندك بطوله عالم، عندك بطوله افريقيا، يعني كلمني على المستوى الدولي عندك ايه؟ والله هو السنه الجايه ان شاء الله. السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا، ما كانش في بطولات، كان دايما كل الدول قافله. السنه الجايه باذن الله ان شاء الله وضع مختلف، عندنا افريقيا، عندنا بحر المتوسط، عندنا بطوله عالم، عندنا بطوله كاس عالم، في ملتقيات ان شاء الله في اوروبا باذن الله. كل ده باذن الله ان شاء الله في خطه ان شاء الله ان انا اشترك فيهم من بدايه شهر 4 ان شاء الله. ده ايه كل ده؟ يعني عشان ربنا يكرمني بطوله العالم في يوجين ان شاء الله في شهر 7 نعمل بديله فيها باذن الله. وخلي بالك خلي بالك يا ايهاب، انت هتغمض وتفتح عينك 2023 هتيجي وهيبقى خلاص كله بيستعد لاولمبياد باريس. حضرتك احنا كلنا بنستعد لاولمبياد باريس من امبارح مش من النهارده. يعني سنتين ونص يا دوب تقدر تتمرن، يعني دوب تقدر تقول انا خلاص اتعلمت من الاخطاء اللي كانت في 21 في الاولمبياد، ايه اللي انا وقعت فيه غلط و دلوقتي احنا بنتعلم منه عشان ما نعملوش تاني. طب قول لي ايهاب، يعني يمكن احنا شايفين طفره، يعني مش هنقول اسامي طبعا بس هنقول طفره في مجال الرعاه. يعني مش هنجيب طبعا اسامي حد، ولكن بدا الموضوع يعني يبقى في باركه امل، وبدا في بعض الشركات الكبرى وبعض المؤسسات الجميله اللي بتسعى لتوفير يعني راعي للاعبين الاولمبيين زيك. شايف ده في طفره السنين اللي فاتت ولا لسه محتاجين اكتر؟ لا والله في طفره كبيره جدا دلوقتي. كل اغلبيه اللاعبين الالعاب الفرديه كلهم اغلبيتهم دلوقتي عندهم شركه رعاه، وهي شركه واحده طبعا. بصراحه يعني موفرين حاجات كتير احنا كنا مش موجوده قبل كده، ما كناش نعرفها. فدلوقتي بقى اللاعب دلوقتي بيحس ان هو بيلعب في منظومه كامله. رعاه، نادي بتاعه، الاتحاد، كل ده اللاعب ما بيلاقي كل الناس سبورته. برده في حاجه يعني انا في حاجه فعلا انا لازم اشكر مجلس اداره النادي الاهلي عليها. احنا دلوقتي بقى في
تواصل من مجلس اداره النادي الاهلي وفي تشجيع كابتن محمود الخطيب والاعضاء كلهم في تشجيع للاعبين كلهم مش العاب القوى بس للاعبين كلهم، فبقى في دافع عند اللعيبه كلهم ان هو احنا لازم نبقى كويسين. يعني دي حاجه بالنسبه لي كانت دافع كبير جدا بصراحه. يعني ان انا ابقى في سبورت جامد كده فده كان دايما بيخلي الواحد دايما هو لا في مسؤوليه لازم تبقى كويس. فانا بشكرهم كلهم والله بشكر يعتبر فريق كامل ان هم بينجحوا الرياضه في مصر، فانا بشكرهم وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. طب قول لي ايهاب، يعني اي لاعب كبير بيتمنى ان تجربته عند العالميه وتجربته في الاولمبياد لا تتوقف عنه، بيتمنى يشوف حد غيره يعني يمثل مصر يبقى على نفس القوه وعلى نفس الاداء، ومش هيزعل ابدا لو يتفوق عليه لانه في الاول والاخر احنا بنشرف بلدنا. انت شايف حد من اللعيبه اللي طالعه الصغيرين ايهاب انت شايف انه ممكن يكون خليفه ليك في الملاعب؟ بص انا اقول لحضرتك يا كابتن، هو طبعا في لعيبه كتير كويسين جدا، بقى في قاعده كبيره جدا في العاب القوى، النادي الاهلي بقى في قاعده كبيره، بقى في اكاديميات دلوقتي، بقى في لعيبه كبيره جدا. اسامي انا مش هظلم حد عشان في لعيبه كتير، يعني في مصطفى، في ماجد، في لعيبه ما شاء الله كلهم لعيبه جامده جدا. هي بس الفكره كلها ان محتاجين شويه في ان احنا نغير طريقه التفكير شويه، اللي هو الاحتراف غير الهواه، ان انت تحترف اللعبه دي، ان انت خلاص عايش للعبه دي غير الهواه، محتاج تمرين، محتاج شغل. بس انا بشوف دلوقتي يعني مثلا عن تجربتي انا، مدربي هو كابتن محمد نجيب، هو مدرب النادي الاهلي. فانا بشوف بالنسبه للمكان اللي انا موجود فيه الكوادر كمدربين اللي موجوده لا كلها كوادر عالميه. انا عندي كابتن محمد نجيب، كابتن خالد شاوي، كابتن ناصر فتحي، كابتن ناصر داوود، بصراحه منقي كوادر توصل لنتائج عاليه جدا. بدليل بقى بسم الله ما شاء الله اغلبيه المؤهلين اللي بيروحوا بطولات عالم والاولمبياد كلهم نادي اهلي. صحيح، الملاحظه صحيحه. انا بقول لحضرتك فاحنا عندنا الحمد لله رب النادي الاهلي جايب احسن كوادر موجوده في مصر، كابتن ياسر مختار الكوادر بعنايه وبدقه. انا بشوف ان شاء الله في طفرات جايه كتير جدا، وده ناتج عن شغل مش ناتج عن طفره كده. طب خلينا اتكلم في نشاطك في لعبتك اللي هي الرمح يعني. خلينا نتكلم، انت شايف حد طالع يعني شباب، حد 18 سنه 19 سنه 17 سنه؟ طبعا شايف يعني في حد في مجموعه بروميسنج انت شايفهم ممكن يبقوا زيك يا ايهاب في يوم من الايام؟ ان شاء الله. يعني في مصطفى الشريف وماجد ما شاء الله، دول حاجه كويسه جدا، حاجه مشرفه جدا، يعني ارقامهم بالنسبه لسنهم حاجه مشرفه جدا ما شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله الموضوع ده يعني يبقى في يعني زي ما بيقولوا استنساخ، يعني طبعا مش استنساخ على مستوى الشخص ولكن استنساخ على مستوى النشاط وعلى مستوى النتائج والنجاحات. طب ايهاب كلمني عن يعني انت كان عندك بعض الصعوبات في موضوع التحاليل الدوبينج تشيك او تحاليل المنشطات قبل كده، او في ليك تجربه يعني تعرضت فيها للظلم يعني بصراحه، ولكن شايف الفتره الجايه انت اكتر تركيزا في هذا الموضوع، واخد بالك اكتر، حاسس ان التجربه دي فادتك؟ طبعا طبعا طبعا. دلوقتي بقى في كل حاجه بحساب، دلوقتي مفيش حاجه بتتاخد مش معروفه مصدرها ايه، او بمعنى صح خلاص احنا بقينا بقى في فريق بيعرفك، فريق طبي يا جماعه دي ما تتاخدش، دي ما ينفعش، دي ما ينفعش. بصراحه برضو بقينا اي حاجه قبل ما بناخدها بنرجع للنادي المصري، وهم بصراحه بيساعدوا جدا 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 في النقطه دي بالذات، فبقت الدنيا بقت اسهل بكتير من الاول، بقى في تواصل على طول 24 ساعه. وخليني برضو اقول لك ان انت اكيد تعرضت او يعني خضعت لتحاليل بعد الاولمبياد وقبلها، يعني اكيد خضعت. طبعا. كم تحليل بعد الاولمبياد وقبلها يا كابتن؟ انا حللت 3 قبل الاولمبياد، وبعد الاولمبياد حللت هناك واحد يعني تقريبا الاربعه الحمد لله، يعني لما يبقوا سلبيين دي برضو اشاره ان الحمد لله انت واخد بالك من نفسك، ونتمنى ده التوفيق. لان خلي بالك هي وان شوت، يعني ايه لا قدر الله حصل اللي انت رحت حللت، مش انت يعني اي لاعب يعني راح حلل مفيش هزار. يعني القرار بيطلع ورا نتيجه ظهور النتيجه، عينه يعني العينه نتيجتها بتظهر القرار وراها على طول بالظبط، فبتبقى وبتقعد بقى انت اللي بتجري ورا الموضوع ده، بتحاول تستأنف وتحاول تقول يا جماعه لا انا مظلوم لا لا لا، فبتبقى الموضوع صعب. فهي الله يكون في عونكم الموضوع يعني سيف على رقبتكم الموضوع ده الحقيقه. بالظبط بالظبط. هو دلوقتي الميزه زي ما بقول لحضرتك، دلوقتي بقى في مرونه وتعامل مع النادي المصري، بقى هو الباب مفتوح لنا كلنا، احنا كان في شويه مفاهيم غلط عندنا، دلوقتي لا خلاص احنا اي حاجه بنرجع لهم فيها، فبقت نسبه الغلط تعتبر زيرو. صحيح صحيح. فبقت
فبقت الموضوع بالنسبه لك اسهل دلوقتي، بقى اسهل، انت عارف ايه اللي بتاخده وايه اللي بيتحط، فانت عارف ان انت استحاله يحصل حاجه عشان انت ماشي على المعايير بالظبط. صحيح. ايهاب عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في رمي الرمح وبطلنا الاولمبي، بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا كابتن ياسر داوود، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، يمكن في الفاصل سالت حضرتك سؤال كده، يعني قلت لك هو سن ايهاب قد ايه؟ ايهاب عبد الرحمن نجمنا اللي كان على الهاتف من شويه، قلت لي 32 33، قلت لك هو كبر، قلت لي لا ده الرمح ممكن يلعب لغايه 40. طب الاعمار السنيه بتاعت العاب القوه، يعني ناخد مثلا السبرنتر او اللعيبه اللي هم الرانر اللي بيجروا مسافات قصيره، بيبطلوا يعني اسمع ان هم بيبطلوا اعمارهم ايه؟ هو نقدر نقول السبرنتر للاسف اول ناس يبطلوا فعلا. يعني مع السن هم بيجروا 100 متر بس بالظبط، اول واحد في العاب القوه يبطل. اعمارهم كام في طب العشرينات او اخر العشرينات او الثلاثينات؟ يا اخر العشرينات واول الثلاثينات. يا خبر ابيض. طب ايه السبب؟ ايه تفسير حضرتك لكده؟ السبب نظام التدريب والطاقه بتاعهم اثناء التدريب واثناء البطولات، ولان السبرنت بيعتمد يعني بدرجه كبيره قوي على الجهاز العصبي، والعضله بتساعد طبعا الاطاله والقوه والمرونه والحاجات دي كلها، فطبعا مع تقدم السن شيء طبيعي ان الصغير بيبقى احسن منك. العضله مش عايز اقول الفريش طبعا، انما مع تقدم السن اكيد طبعا العضله بتستهلك كتير، بتبتدي مش عايز اقول شيخوخه، لا لسه بدري طبعا. انما مع السن لا، ما هو بالنسبه لواحد بياخد 100 متر في 10 ثواني لما ياخدها في 12 يبقى عنده شيخوخه. يعني الشيخوخه هنا مش ان انا عجز، الشيخوخه نخرج بره ارقامي. فهو اللي بيكبر يعني حاجه فاجئتني ان السبرنتر بيبقى اول ناس بيبطل. لان حتى السبرنتر يعني اكثر عرضه للمزق في السبرنتر. طبعا كل المسافه بتزيد بالظبط فول باور، والعضله والجهاز العصبي اللي هو مجهد او تنشن او في حاجه ممكن يعني اعوذ بالله حالات الاصابه او المزق بتبقى كتيره، ممكن قاطع في العضله كمان مثلا. يعني هو مثلا لو مسخن، عندنا نماذج كتيره ابطال مصر نازل وخلاص مسخن كويس قوي قوي وهيلعب الدور النهائي، فيحصل دايما مسابقات الكاس بتبقى في الشتاء، يحصل ان الستارت يتاخر مثلا 7 8 10 دقائق والجو بارد، يعني بنسبه 90% في واحد من الثمانيه هيتصاب. بنسبه 90% في واحد من الثمانيه بيتصاب لان العضله بردت بالظبط. كل المسافة بقى بتزيد تبتدي نقول يعني مثلا لاعب الماراثون ده ممكن يبقى يوصل يعدي ال 35 و36 ويوصل ل 40 سنة، يبقى لسه بيأدي الماراثون وبيعمل أرقام كويسة فيه. طب لعيبة المسافات الطويلة زي لعيبة كينيا اللي هم بيجروا بقى مش عارف بيجروا كام كيلو تقريبا؟ 10 بتبدأ من 10 كيلو و21 و42 42 ده اللي هي مسابقات الطريق، انما داخل الملعب ال 5000 متر و 10000 متر. طب اللي بره في الطريق ممكن يجري 42 كيلو؟ ده الماراثون 42 كيلو 100 ده بيقعد يجريهم كام اسبوع دي؟ لا ده الكلام ده بيكسروا الساعتين. لا بهزر. لا يعني ساعتين 42 كيلو لا رقم. لا وبيجروا بسرعات عاليه. ايه سر تفوق العدائين الكينيين يا كابتن؟ الطبيعه بتاعتهم اولا، الطبيعه الحياه بتاعتهم مش عايز اقول الجبليه، لانما طبيعه المشي كتير، مفيش الرفاهيه عندهم مش كتيره دي. طب اقول لك على حاجه يا كابتن، حضرتك رحت نيروبي؟ للاسف لا. طب اقول لك على حاجه بقى، احكي لك قصه. انا مره رحت مع المنتخب نيروبي ونزلت، الرحله كانت بتوصل في الوقت ده، كنا بنسافر على الشركه الوطنيه فمسافرين بتوصل للفجر، الدنيا لسه بتشقشق، خدنا شنطتنا وركبنا الاتوبيس رايحين على الاوتيل، فنزلت لقيت الشوارع سواد، يعني ناس كتير جدا يمين وشمال. انا قلت ايه ده، هم عندهم عيد قومي النهارده ولا ايه يا جماعه؟ في ايه سواد يا كابتن؟ بص مرمى بصرك ناس، بقول لهم فبسال الجايد بقول له هو في الناس دي ماشيه رايحه فين؟ قال لي الناس دي رايحه الشغل. قلت له رايحه الشغل تعمل ايه؟ قال لي لا ما احنا ما بنركبش عربيات هنا، احنا بنتمشى. قال لي في ناس بتنزل تتمشى 10 كيلو، في ناس تمشي 20 كيلو لشغلها، يعني مثلا ايه لو عندنا هنا ممكن واحد تلاقي 6 اكتوبر يتمشى شغل في مدينه نصر بكده، ممكن يقعد 3 4 ايام في اليوم يمشي. فلما تجيب واحد موظف من دول قول له اجري هيكسب.
بالاضافه ان هي اعلى تقريبا 3 4 3. بالظبط، بالاضافه طبعا لطبيعه قليل. بالظبط بالظبط بالظبط. احنا بنسميها، احنا هنا بنحب نعمل معسكر للاعيبه بتوعنا، يعني لسه فيها احد اللاعبين عندنا المميز اسمه عبد الله عادل، عايز يعمل فتره اعداد في كينيا وماشي فيها الاجراءات يعني، انما فعلا عشان مستوى بس هو يعني هيبقى معسكر مش مكلف، ده بالعكس ده ذكاء منه. مش مكلف؟ لا كينيا مش مكلف، كينيا مش مكلف. ما دي ان شاء الله هنطرحها برضو ان شاء الله في الموسم الجاي يعني. يا ريت. افضل عندنا مثلا، انا بقترح معاك والله اكبر 7 8 لاعبين تعمل لهم معسكر 10 15 يوم بالزبط. في كينيا، وكينيا مش مكلف. لا هو الشهر كله مش مكلف يعني، الشهر كله يعني ممكن اللي انا عرفته منهم اللي راحوا وجم يعني الشهر كله ممكن يصرف مثلا 120 150 دولار. مش وعلى فكره ممكن يبقى في بروتوكول بينك وبين انديه هناك او مؤسسات تستضيفهم مش تستضيفوك. ان شاء الله ان شاء الله في الخطه. برافو، فكره حلوه جدا. يعني كينيا يعني مش بس ان هي يعني اولا افارقه زينا، الحاجه الثانيه ارتفاع من سطح البحر. بالظبط. يعني طب احنا كنا في كينيا ما نروح نلعب ماتش يا كابتن، برضه حاجه طريفه يعني. كنا بنبقى عايزين نلعب الماتش في اول 3 ايام عشان نلحق الاكسجين، احنا جايين اكسجين. لو تاخرنا 3 ايام والماتش اتلعب فضيحه، بتفصله فضيحه في الملعب. دي حقيقة. 5 دقايق وتلاقي اللاعب بيطلب يتغير، 3 دقايق لان طبعا ما انتش قادر، ما فيش اكسجين. فكنا بنروح نيروبي يا جماعه الماتش امتى، اوعوا تاجلوا الماتش. لا احنا جايين شايلين جسمنا معبي اكسجين. فنيروبي بلد فعلا، او كينيا بلد تشجع جدا على التدريب. بالعكس انا بضم صوتي لصوتك. في مقترح، ادرس الموضوع ده يا كابتن. في بندرسه ان شاء الله، في مقترح ان شاء الله يعني هنقدمه قريب، ان يعني هنتقي افضل 4 لاعبين حتى نبدا بيهم لمده مثلا شهر او شهر ونص او شهرين، ونشوف ميزانيتهم كام وهنقدر نوفرها ولا لا، او باذن الله. ده فكابتن انا يعني ما افتكرت ايه؟ يعني العاب القوه حتى ما يحب يعملوا معسكر عايزين يعملوا كده يعني هيعانوا برضه، هيعانوا برضه يعني 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 قصدي اقول ان الشقه وراك وراك. دي حقيقه يعني رايحين للبلد اللي ما فيهاش اكسجين عشان تعملوا يعني بحكم الطبيعه بتاعتها عشان تعملوا ايه في معسكر في الوقت اللي ممكن تلاقي السباحه اللي باسكت في اوروبا يعني حتى في معسكراتكم. لا معسكراتهم على فكره في كده مش اماكن حضريه يعني، مش فندق بقى وتكييف وكده، لا خالص يعني في مش عايز اقول عيش الشباب حاجات لان قريبه من الملعب. بالظبط. وتلاقي مثلا 50 60 واحد معاك بيجروا وبيتمرنوا معاك يعني، مش واحد ولا اثنين ولا خمسه، 50 60 واحد مع المدرب الكوتش، لان معروف هيعملوا ايه. فانما طبعا زي ما انت قلت معسكرات ورانا يعني هتملي حتى المعسكرات اللي هي المفروض يبقى فيها شويه ترفيه يعني. لا تعالى انا اوديك كينيا عشان تحرم ده انا معاك هو تاني. طب يا كابتن خلينا نقول يعني مثلا حاجه ثانيه برضو من الحاجات اللي برضو يعني يعني الناس نفسها تشوف فيها امل او انفراج. شايف ان احنا ممكن يعني نقرب من يبقى عندنا 3 4 5 لعيبه في الاولمبياد بنفسه زي ايهاب عبد الرحمن والجمال وغيره وغيره؟ شايف ان طالع مجموعه، مش هنقول باريس بقى، باريس خلاص عرفنا مين اللي رايح لان خلاص باريس 2.5 سنين، بس بعد باريس شايف ان ممكن خلال 6 سنين دول في لعيبه طالعه ممكن في ظل الرعاه واللي قالوا ايهاب عبد الرحمن من توفر الرعاه ان احنا ممكن يبقى عندنا بطل او 2 او 3 اولمبيين؟ من واقع وجودي في قريب للارض الواقع يعني في تحت 18 تحت 20 سنه ولاد وبنات مميزين جدا جدا جدا. هايل. هو القصه بقى ايه؟ احنا هنقدر نأهلهم ولا لا؟ هنقدر نكمل معاهم المشوار ده ولا لا؟ يعني احنا بدايه الامر احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا التكلفه بتاعت اللاعب الاولمبي بكام؟ مش بص التكلفه دي، مش عايز اعلقها شماعه يعني ان انا التكلفه. طب ممكن ما عنديش الخامه. لا انا عندي الخامه. النهارده بنحط فيها خطه اعداد يتخلل الخطه دي مشاركات خارجيه ولقاءات. اذا تمت هذه اللقاءات والمشاركات خلي بالك يا كابتن، انت بتسفر مثلا لعيب تذكره رايح جاي واقامه 3 ايام. تمام. يعني هنقول بلاش البطوله 3 ايام، احنا مش هنجيبه يعني، نقول يوم قبلها ويوم بعديها يعني. تمام. 5 ايام فرد واحد اقامه تذاكر رايح جاي. ما هو برضو انا برضو عايز اقول حاجه يا كابتن، هو انا يعني لازم اكون بطل الاول عشان يجي لي رعاه، ولا ممكن الرعاه والشركات المحترمه اللي بترعى تبص تشوف مين بروميسنج في كل لعبه ونرعاه؟ يعني عايزين نروح للمرحله دي بقى، ان انا اشوف اللعيب ده بقول انا بعده من دلوقتي لقدام 6 سنين. هل ده ممكن نشوفه؟ هل الشركات بدات تغير فكرها ولا محتاجه كوميونيكيشن وكلام بينك وبينهم؟ لا محتاجه كوميونيكيشن طبعا، لان هم للاسف يعني احنا دايما في الاوقات مش عايز اقول هرم مقلوب،
احنا نقول ايه اعمل عشان تاخد. طب ما انا يعني المشكله انا مريت بيها ومدربيني واخواتي الكبار في هذه اللعبه مروا بيها كتير. يعني انت عايز تسافر طب اعمل الرقم ده وانا اسفرك. طب انا قريب منه يعني انا النهارده قريب من الرقم ده مثلا بيني وبينه ثانيتين او بيني وبينه 20 سنتي اديني شويه عشان اروح. فانا يعني انت بتقول لي حقق عشان تسافر. طب ما انا ما حققتش ولو ما سافرتش مش هحقق تاني. ففي ناس توصل يعني قبل ما توصل للمطلوب ترجع تتسرب منها تاني. فهنا بكل بساطه الشركات نرجع نقول تاني لا هم عايزين واحد يبقى وطن عشان يهتموا بيه. والا نبتدي بقى نقول ان الراجل ده بمصداقيه الرسم الباني اهو القياسات بتاعته اهي مثلا من سنه فاتت والراجل اللي بيتقدم بمستوى معين نقدر نقول ان الراجل ده كمان سنه او البنت دي كمان سنتين ثلاثه هتحقق الرقم ده. طب بقول لك يا كابتن ما احنا بناشد يعني احنا بناشد دايما برجال الابطال ان الشركات الكبيره المحترمه والشركات اللي بترعى اللاعبين ما تبص بص يعني البادجت كلها طبعا الابطال مهم ولكن نبص مين اللي جاي وبتهيألي ما فيش افضل من حضرتك ان يتواصلوا معاك يعني قصدي اقول انه يبقى تواصل ليك لان انت عندك اكبر كوكبه من الابطال اللي طالعين واكبر واعرض قطاع ناشئين وناشئات ممكن حضرتك تقدم يعني لو حصل تواصل يا رب يعني يكونوا سامعيننا تواصل بحيث ان يقدروا يسالوا طب انت شايف مين يا كابتن؟ شايف مين اللي موجود؟ مين اللي ممكن نرعاه؟ هترشح لهم ثلاث اربع لعيبه انا شايف ان بتكلفه بسيطه ممكن ينافسوا. إيه والله اقول لك انا حاسس على هذا ومش انا بس يعني انا احنا كجهاز وكمدربين كل مدرب في مجاله الشغل اللي هو الغير التدريب بتاعه بيسعى لده. يعني احنا عندنا مثلا بطل مصر في ال 110 حاجز اسمه رامي سعيد. رامي شغال محاسب في بنك. كان معايا ضيف هنا واتكلم معاه بالظبط. رامي اللي تواصل مع اداره البنك عنده قدر مثلا يساهموا في مشاركته مثلا اخر بطوله افريقيه بجزء بس مجهود فردي برضه يعني بالظبط هي الفكره كلها ان احنا عايزين منظومه يبقى زي ما نبص على الابطال نرعاهم لازم نرعى الصغيرين لان هو ده اللي هيبقى فيهم الايام بطل. لازم يبقى عندي استمراريه ما استناش يبقى هو اول بطل وبعد كده ارعاه. يمكن انا يعني بناشد من خلال البرنامج ان ده يحصل لان انا من الالعاب الشهيده يعني اللي هي برضه عانينا في الاول فدلوقتي الدنيا بقت احسن بس العاب القوى محتاجه وانا متاكد ان ولادها مش هيخذلوا مصر. يعني انتوا لو خدتوا او اللعيبه خدوا او حضرتك كجهاز او غيره لو خدتوا الدعم الكافي طبعا هو في دعم بس انتوا محتاجين اكتر ممكن تحققوا. يعني عندي ثقه فيكم لان عندنا نمطنا الجسماني وجيناتنا تقدر. ايوه انت سالتني سؤال يعني في نقدر في عندي وفي عندنا وفي في ولاد في الدرجه الاولى كمان لسه سنهم صغير يعني مثلا بطل مصر وبرضه افريقيا في الجله محمد مجدي حمزه. محمد مجدي العشرينات وطبعا النادي الاهلي واداره النشاط طبعا ومجلس الاداره عملوا له عقد من سنه تقريبا برضه. طب يا كابتن هو الفترة الثالثة تقريبا انتصفت في فترة ثلاث دقايق تقريبا. ايه الأخبار؟ النادي الاتحاد 43 الأهلي 42 يعني ماشيين ايكوال. طب يا مسهل ايكوال ما لا ما هو بونت يا مسهل يعني لو شفنا شوية تلاقي الأهلي ب 44 43 يعني 45 كام؟ 45 أهلي 43 اتحاد شفت؟ طب الحمد لله يعني هي الدنيا ماشية كده هيمشي لآخر وقت. خلي بالك دي أعصاب زيكم عارف أنت زي الرياضة والله الرياضة عارف اللي بيخش يعني يا دوبك براسه بس عشان يفرق ملي مترات متابعين للباسكت متابعين للباسكت وطبعا اعصاب جدا جدا. مين اكتر لعبه بتعجبك كمان؟ مين اكتر لعبه بتعجبك بره العاب الكوره؟ يعني على المستوى الشخصي ولا على مستوى الشخصي؟ الشخصي سيبك من الكوره سيبك من الكوره يعني اللي انت قلته ده جميل. اللي انت قلته يعني انا مش بجامل عشان الباسكت عشان قاعد فيها انما لا هي كره السله بتحب تتابعها دي حقيقه. بتحب تتابعها تحس ان هي لعبه فيها اتليتيك وفيها زي ما انت قلت الاعصاب دي يعني برضو يعني فيها مهارات وفن ولاخر لحظه ما تبقاش عارف مين 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 هيكسب. حتى يا كابتن لما تيجي تشجع يا كابتن وانت راجل العاب قوه يعني الناس الجلد وانت بتشجع اللعبه صعبه برضو دي حقيقه. انا بصراحه يعني غلبت معاكم يا كابتن فيوم ما تشجع الباسكت ويوم ما تعمل باسكت تعمله في كينيا يا كابتن. بس بامانه يعني جهد يعني مبذول رائع والحقيقه احنا مشكوره جدا يا كابتن بامانه يعني بنشكرك على وجودك معانا ومعلش يعني احنا الفتره الجايه هنحتاجك معانا كتير عشان نحط الضوء اكتر واكتر على العاب القوه ان شاء الله. عارفين حضرتك مسخر حياتك لالعاب القوه دي حقيقه. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ياسر. وعايز اقول حاجه في النهايه انا برضو يعني مالهاش علاقه بال انا فعلا من 10 ايام عرفت ان الكابتن محمود رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان اوصى بتطوير العاب القوه على مستوى مصر.
صحيح. النادي الاهلي او مستوى مصر. صحيح. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الفتره الجايه نشوف حاجه كويسه ونيجي بقى هنا بالابطال نتعرض. ان شاء الله تنورنا وتشرفنا. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى المدير الفني ايضا لالعاب القوى بالنادي الاهلي. قاعده عريضه شغل بتعمل انجازات اكيد طبعا النادي الاهلي بيدعم هذا الفريق والفتره اللي جايه نشوف دعم اكتر. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.